مساء الخير يا ريس. اهلا وسهلا. انا منال علي سعيد، غريمه من الغريمات اللي اتفرج عليها اول يوم رمضان. حبينا نيجي النهارده ونشكر حضرتك ونقول لك شكرا ان انت فرحتنا باول يوم رمضان وسط عيالنا، وربنا يسعدك زي ما اسعدتنا في فطار وسط عيالنا. احنا كنا في ضيقه وكرب شديد، وحضرتك اللي فكت ضيقتنا وكربنا. احنا ماضينا اصالات وجبنا احتياجات اكبر من طاقتنا، بس جايين النهارده نوعدك ان عمرنا ما هنعمل كده تاني، وربنا ما يرميك في ضيقه. امين يا رب. وينصرك ويقويك. امين. ويقدرك. امين يا رب. ويسعدك. أمين. ويكبر بخاطرك زي ما جبرت خاطرنا كلنا. شكرا يا ريس. لا استني يا ست منال، شوفي عايز اقول لك على حاجه. انا فرصه ان انتم موجودين معانا وانت تعتبري حضرتك تجربه حيه، يعني تجربه حيه، انت يعني مشيت الطريق ده وشفتيه، ومهم قوي ان احنا مش ان احنا نحلينا المساله بالطريقه ديت، لكن ان الناس اللي بتسمعنا واكيد اهالينا اللي بيروحوا يعملوا كده، وحتى اللي بيشتغلوا معاه، وحتى اللي هم يعني بيعملوا عليهم الاصالات، ما من فضلك يعني ما تقولي لنا التجربه ديت. اصعب تجربه. لا قولي لي يعني، انا اسف يعني، شويه تفاصيل نسمعها كلنا. الحكايه دي بتتعمل ازاي؟ والرقم بيبقى رقم حقيقي ولا مبالغ فيه؟ يعني انا كنت حضرتك تحب. مبلغي كله 45,000، كان الحكم اللي انا بنفذ فيه اكتر من 70 سنة. قضيت اللي قضيته، وجيت حضرتك انت فكيت الكرب ده. بس بنصح كل واحد ما يحتاجش وصلات الامانه دي خالص، ولا حد ولا يخلي حد يكسره، لان هي فعلا اكتر حاجه بتكسر وصلات الامانه، واكتر حاجه كسرتنا حرمنا من عيالنا وبعدنا عنه. احنا مش مهما نتكلم مش هنقدر نشكر حضرتك على الفرحه اللي انت فرحتها لنا، والامل اللي انت اديته لنا من جديد، والدنيا اللي انت رجحتنا لينا اللي كنا فاقدينها خالص. طب انا هسالك، منك قلت ايه؟ ان احنا نجيب على قد يعني التزاماتنا يعني، بس من غير وصلات خالص. لا بغض النظر ليه بتقولي على قد؟ يعني هل انا عشان كده قلت لك عايز تفاصيل ليه؟ ما كناش بنجيب على قدنا، كان كل واحد بيعاند في اللي جنبه. انا ضمنت حماتي وضمنت جوزي، بس ما مشيناش على قدنا، بصينا الاكبر من طريقنا وبصينا الاكبر من طاقتنا. طب انا هقول لك على حاجه، انت طبعا كان معاكي زمايلك كتير اللي هم كان نفس الظروف يعني، واكيد سمعتوا في اثناء ما انتم موجودين هناك يعني، سمعتوا من بعض حكايات يعني. ايه العنوان، ايه النصيحه اللي احنا نقولها لكل الناس، ومش بس للناس ده، حتى للناس اللي بتشتغل بالتاجر يعني، اللي هم بيعملوا الايصالات، بيديك الحاجه ويديك الايصال، تقولي له ايه؟ تقولوا لبعضكم الاول، وتقولوا للناس اللي هم اللي بيعملوا الايصالات دي، نقول لهم ايه؟ اتقي الله، مش هنقدر نقول اكتر من كده. طب هو ال 45 كانوا محسوبين عليك كام يا استاذه يا حاج منال؟ يعني اكتر من 200,000، ده لكل واحد فيهم، يعني اللي ليه خمسة طالبهم بال50 وبال70، محدش يحتاج المبلغ بتاعه خالص. وانت مضيت على كده؟ وانا مضيت على كده. يعني هو الاجراء القانوني، محدش يعني، اصل في النهايه المحكمه هتاخد بالورق يعني. أيوه. انت فاهمين اقصد ايه؟ ايوه. وعشان كده بنقول ايه، طب انا خدت 45، طب امضي على 45، طب لو في فايده تتكتب الفايده تتسجل بالتوقيت ما دام انت وافقتي، انما ما بقاش رقم يعني كبير كده يعني. ممكن نكون الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربه دي، لان كان ممكن نقع في تجربه اكبر من كده. ربنا يحفظك. بس الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربه دي. الحمد لله على السلامه، وربنا والف مبروك. الله يبارك. ربنا يوفقكم. شكرا يا ريس، ومهما نقول لك شكرا مش هنقدر نوفي اي حاجه من اللي حضرتك عملتها لينا. اشكري لربنا سبحانه. نشكر ربنا وبعد ربنا حضرتك. هو ربنا. شكرا يا ريس. شكرا جزيلا.